100 ديالك لمية دخلنا مع 7.5 دار ديك 9 الارم صافي المعمل فاض المعمل احنا يبينا 4 احنا ماشينا نخرجوا نوصلوا الباب حتى كل ما ضربنا لهنا صافي ما اللي بقى لداخل كله مات والماء ما كاين داخل الماء لداخل بزاف الماء دخل بواحد الطريقة بشكل لدرجة بحال الموجة يعني الماء كيضرب هكا ولما وصلت حتى الحيط ما عاد دخلت انتوما للمعمل دخلنا مع 7.5 دخلنا سد الباب و صافي كنخدموا عادي قسم عيد الباب انا كنغرق المعمل شنو كتخدموا تما كنخدموا باكينه يعني شنو كتخدموا باكين شي خيطو الضوء طيحوه قبل ما يدخل الماء يعني ما كايناش الضوء لا ما كايناش الضوء شي غرق وصافي الوفات بالضاوه الوفات كانوا كاينين 20 البنات 8 الدراري ومنهم الباترون حتى هو مات اختي واش عندك شحال كانوا خدامين معكم ديال الناس في هذيك المعمل تقريبا هي حد بداو كيردوا الناس شويه بشويه يعني كانت غير واحد الشانه خدامه هي اللي كانت يعني ما كانوش الناس بزاف المهم اللي جاو 8 الناس 8 احنا بينا 8 4 الاولاد 4 البنات حتى ما باقي كلشي مات خدامين تدخل عليكم شنو كنا خدامين تبقى حتى صافي شنو كتصاوبوا تما شنو كتخيطوا كنخيطوا الثوب يعني اش من ملابس ولا شحال من عام تبقى خدامه معاهم لا انا عاد جديده عاد جديده التوقيت ديال الخدمه ديالكم عاد كتبدا 7:30 5:30 شكرا جزيلا بارك تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.